لا يحتمل العالم صراعا جديد، الخروج من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني في القارة العجوز. هذه الأيام أصحاب العيون الضيقة في شرق آسيا بحالة تأهب عسكري قصوى، حراك صيني قديم جديد تجاه تايوان. هذه المعطيات زادت وتيرتها على إثر الزيارة المرتقبة لتايوان والتي ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر نظيره الأمريكي من التدخل في الأزمة، كما حذرت الصين من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي إذا أقدمت بيلوسي على هذه الزيارة، معتبرة ذلك تدخلاً بالشؤون الداخلية. الولايات المتحدة من ناحيتها تعهدت تماماً بتقديم كافة سبل الدعم إذا ما حدث أي هجوم على تايوان، حيث ستقوم باستعراض عضلاتها داخل المحيط الهادئ، حاملة طائرات وثلاث غواصات وست وثلاثين سفينة حربية ستشارك هنالك بمناورات عسكرية. وعلى ما يبدو أن الصين جادة في تكرار المشهد الروسي الأوكراني، حيث أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت الأجواء، فيما رد الجيش التايواني بتوزيع إنذارات لاسلكية وبنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات. مشهد ضبابي يزداد تعقيدا، والعالم يترقب ما سيحدث في شرق أكبر قارات العالم. أم موفق العرقان، ATV العدالة.